الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أبناء العم الكرام، حفلنا البهيج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فباسم والدي ونيابة عن أخواني وأصالة عن نفسي، يطيب لي أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان والتقدير إلى الأستاذ العزيز منصور بن مرشود بلادي وإخوانه وأبناء عمومته الكرام على طيب اللقاء وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وهو إن دل فإنما يدل على وفائكم وكرمكم الغير مستغرب، فأنتم الكرام أبناء الكرام. واليوم لا تسعنا الفرحة، وسماء وطننا قد كللتها الأفراح بذكرى اليوم الوطني 89، وهي أغلى مناسبة تمر على قلوبنا، ألا وهي توحيد هذا الوطن الشامخ تحت راية التوحيد. كيف لا نفرح بهذه المناسبة وبلدنا بلد الرسالة والتوحيد والعز والشموخ، حفظها الله من كل سوء. واليوم الذي نسعد فيه بلقياء أبناء العمومة والحفل البهيج فهو عيد لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم المحبة بيننا، فأنتم عز وفخر لنا، وإن مثل هذه المناسبة دافع ومحفز للجميع في التواصل ونشر عرى المحبة ودعم أواصر القربة، وهي رسالة في التقدير والوفاء من أبناء القبيلة لبعضهم البعض. ونعلم جميعا أن دافعكم لهذه المناسبة هو محبتكم وتقديركم لوالدي الذي يبادلكم نفس الشعور والمحبة، فلكم منا الدعاء والثناء العاطف. ونعم ما افتخر به أبناء القبيلة أنتم وأمثالكم من الرجال الطيبين الكرام. فالشكر موصول لمن شرف هذا الحفل وأجاب الدعوة. وفي الختام، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. أكرر شكري وتقديري لأهل هذا الحفل على كل ما قدمتموه وبذلتموه، فلولا الله ثم حرصكم وطيبتكم وكرمكم لما تحقق هذا اللقاء. كلمة أقولها في نفسي، يعلم الله أن جاورناكم منذ الصبا فلم نعهد منكم إلا حسن الجوار، وذكراكم الباقية في ذاكرتنا من حسن الجوار لها الأثر الكبير في نفوسنا. فوالله جاورناكم فنعم الأخلاق ونعم الجيرة. وهذه حاجة في نفسي حبيت أني أذكرها الآن، فجزاكم الله خير الجزاء. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله بن عودة بلادي.